أغيثينا أيتها الآلهة. لقد حرقنا من أجلكم كل أخشاب القرية، ونحن على أتم استعداد لحرق كل شيء للقضاء على دعوة نوح. يا قاصرة، أنا لا أدخر أي جهد في إشاعة أن نوحاً رجلاً مجنوناً. أعرف كم أنت مخلصة يا والها، ولكن أولادي يتبعون دين أبيهم. ولكن كنعان معنا، إنه هائم في حب هوزاء الأميرة، يريد الزواج بها؟ ولن يحدث هذا طبعا يا قاصرة، هذا مستحيل. لماذا يا والها؟ كيف؟ أنا أخطط للزواج بالأمير السراجي. ماذا تقولين يا قاصرة؟ بعد القضاء على نوح ودعوته سأتزوج الأمير. يا لك من شريرة. في هذا الوقت سأسهل لكنعان الزواج بهوزاء على أن يتعاون معنا. اطمئني، كنعان عدو لنوح ولدعوته. إذن فلنجتمع على ذلك الهدف العظيم. لا أستطيع أن أتحمل أن يتوقف نبي الله نوح عن بناء السفينة ولأي سبب. لن يتوقف يا مهدي، لن يتوقف. هل لديك من حلول يا شائك؟ سنسافر جميعا إلى أقرب مكان نحمل منه الخشب. وأين هذه الأماكن؟ أعرف أماكن فيها أشجار يا مهدي. إذن فلنذهب إليها. هوزاء اتبعت دعوة نوح. كنا نلهو معاً في حديقة قصر السراجي ونحن صغار. سوف تتزوج من الصامق خلال أيام. لن يحدث. ماذا تقول يا شائك؟ هوزاء ستأتي معنا لنجلب الأخشاب يا مهدي. سنقوم بخطف هوزاء من القصر قبل زواجها. وهل أعددتم خطة لهذا؟ نعم، سنذهب كلنا لنأتي بالأخشاب، وسوف يكتمل بناء السفينة. انتظر مني توقيت خطف هوزاء. نوح لن يستطيع أن يبني السفينة يا مولاي. سنرى ذلك في الفترة القادمة. ماذا لو استبدلت السامق بكنعان كزوج لهوزاء؟ ماذا تقولين يا قاصرة؟ ابنة الأمير تتزوج من ابن نوح الفقير؟ في هذا ضربة قوية لنوح وأتباعه، حيث أن ولده لم يتبعه فنال أجمل جائزة. وما هي يا قاصرة؟ هوزاء ابنة الأمير العظيم. ولكني أعطيت السامق كلمتي. السامق لا يريد سوى مصلحته يا مولاي. لا أتخيل ذلك أبدا. هوزاء تتزوج هذا الفقير؟ لا لا، مستحيل. فكر في الأمر، ربما كان أفضل الحلول. هذا ما قاله لي مهدي. يسافرون لقطع أخشاب من أماكن أخرى؟ نعم، على أن نظل نحن هنا نحمي السفينة. وماذا لو فشلوا في ذلك؟ أجينا تقول أنها تعرف أماكن كثيرة بها أخشاب. وماذا عن زواج كنعان؟ القرية تتحدث عن ذلك. لا أظن أنه سوف يحدث. وماذا لو حدث؟ هو أمر لا يهمنا فيه سوى هوزاء. لا أظن أن أباها
سيوافق على هذا أبداً. أريدكم أن تساعدوني في الخروج من هنا يا أوجينا. سنحاول بكل قوة يا هوزاء، فاصبري. لا أريد أن أتزوج بهذا الضال. اطمئني اطمئني، لن تتزوجي سوى إنسان مؤمن. إني أخاف على مهدي من أبي. ماذا؟ علمت أنه لم يشارك في حرق القرية. إنه معنا، وخلال أيام سنكون كلنا خارج المدينة. وهل سأكون معكم يا أوجينا؟ إن شاء الله. هيا سأنصرف الآن. لا تتركوني وحدي. اطمئني يا هوزاء. ماذا تقول يا سراجي؟ لمصلحتنا كلنا أن يتزوج كنعان من هوزاء. وأين راحت هيبتي؟ كرامتي؟ إذا فعلت هذا سأدعم أنا نوحا. ماذا تقول يا سامق؟ تدعم نوحا؟ نعم، أحضر له الأخشاب وأجعله يبني سفينته. لهذه الدرجة أنت تحب هوزاء؟ هل تريد لابن نوح الفقير أن ينتصر على السامق؟ لا، هذا لن يكون. هذا هذيان، هذيان لم أتوقع أن أسمعه منك أبدا. أنا أفعل أي شيء. إذن هوزاء لك وأنت لها يا سامق. ومتى يكون الزواج يا أمير؟ أعد للزواج عدته ونحن معك يا سامق. خلال أيام يكون عرسنا. ليس أمامنا أي اختيار غير أن نتبع ما اتفقنا عليه مع شائك. ولكن هل رحلة الذهاب والعودة بالأخشاب آمنة؟ لا أعرف يا حام، ولكن أوجينا أكدت أنها تعلم كل صغيرة وكبيرة عن الطريق. إذا عادوا بالأخشاب سنعود لمعركة جديدة مع السراجي والسامق. لا، سنجهز مخازن سرية لإخفاء الأخشاب ونخرج منها ما نشاء دون أن يظهر هذا لأعدائنا. إنها مرحلة خطيرة سوف نمر بها. أي عمل يغير وجه التاريخ لابد فيه من تضحيات.